هذه المنطقة الخير لها كل الخير أن تتحرك إقليماً، أن تتحرك منطقة موحدة. وعندها من المشتركات أيها الإخوة ما يحسدنا عليه العالمون والله العظيم، لغة ودينا وتاريخا وآمالا وآلاما. فما الذي أخذنا على السبيل؟ إلى أين يذهب بنا؟ باسم الدين. يا ليت يا ليت مطلب عزيز هذا الآن، أن تمارس السياسة بالسياسة، وأن يخاض السياسي بالسياسي. اترك الدين على جهة، لا نريد أن نشوه الدين مزيد تشويه. كل شيء بدخله في الدين، والدين يثبت للمرة الألف أيها الإخوة للأسف ديننا، طبعاً مش دين الله، مش دين القرآن، ديننا نحن، دين فهمنا وتأويينا، أنه مطواع جداً بيد السياسة، قابل جداً للاستخدام، قابل جداً للتوظيف، قابل جداً لأن يركب. لا إله إلا الله، ما هذا الدين؟ لا لا لا، أترك هذا الدين وحده. لذلك أنا بالنسبة لي العبد الفقير عدنان، أنا ما يهمني ديني، مستقبل ديني. انتبهوا، السياسيات هذه ما عادت تهمني، أعلم أنها ستفشل، أعلم أنها ستفشل وستجر على الكل الويلات، والله أعلم هذا وكأنني أراه. لكن أريد ديني أن يبقى دائما منزها، ويبقى دائما مقدسا، ويبقى دائما عفا عن كل هذه الجرائم، هذه اللا إنسان، هذه الوحشيات أو التوحشات والجاهليات. أحب هذا لأنه أعز ما يطلب، وأعز ما بأيدينا أيها الأخوة، وأعز ما شرفنا وشرفنا به ديننا. فأنقذوا الدين من السياسة، ثم بعد ذلك أنقذوا الدين من الطائفية ومن المذهبية ومن هذه الأشياء التي شوهت محيي الدين وجهمت وجهه.